تجمع عشرات السودانيين قرب مقر قيادة الجيش السوداني وسط الخرطوم رفضا لبعثة سياسية تخطط الأمم المتحدة لإرسالها دعما للمرحلة الانتقالية. والأسبوع الماضي أصدر مجلس الأمن الدولي قرارين، يقضي الأول بإرسال بعثة سياسية لدعم المرحلة الانتقالية بناء على طلب الحكومة، بينما يمدد الثاني تفويض القوات المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور المضطرب منذ العام 2003 حتى نهاية العام الحالي. وبدأ السودان عملية انتقال سياسي منذ أطاح الجيش الرئيس عمر البشير في نيسان أبريل عام 2019 إثر انتفاضة شعبية غير مسبوقة استمرت أشهرا وتخللتها عملية قمع عنيفة. ويحكم مجلس سيادي يضم مدنيين وعسكريين وحكومة من المدنيين البلاد منذ آب أغسطس عام 2019 لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات.